المسلسلات اللي هنشوفها في رمضان مسلسل الخروج من بطولة النجم ظافر العابدين، ودلوقتي هنشوف مع بعض لقاء خاص وحصري مع النجم ظافر العابدين، واللي هنعرف منه تفاصيل أكتر عن دوره، وكمان حكاية فيلمه الجديد عصمة أبو شنب وإيه علاقته بالكورة، وهيحكي لنا عن بنته ياسمين لأول مرة في برنامج عيد. الخوف هو العدو الحقيقي للبني آدم. أنت مش هتجبرني تاني أعمل حاجة أنا مش عايزاها. أنت غلطت غلطة مبروك، ما أنتش قدها. أنا مش وحش للدرجة دي. ظافر أهلا بيك في عين وشبكة تلفزيون الحياة، منورنا. شكرا على الاستضافة وتحية على كل المتفرجين. ايه وحشان اللهجة التونسي جدا. بقالي سنة يمكن ما روحتش تونس. أهلا وسهلا بيكي في أي وقت. أهلا بيك، ألف مبروك على الخروج. شكرا شكرا، أنا سعيد جدا. يعني احنا الآن في مرحلة متقدمة جدا في التصوير، وقربنا رمضان والحمد لله، يعني الشغل شكله حلو، ربنا يسهل. في اكشن يعني، انا شفت في التيزر حاسه ان في اكشن. عايز اقول لك طبعا مبروك، انتوا في ايام قليله قوي وصل 2 مليون مشاهده. يعني ردت فعل الجمهور على التيزر كانت حلوه جدا. طبعا احنا المسلسل فيه جانب من الاكشن، فيه جانب الاثاره، قصه بوليسيه، لكن في نفس الوقت الميزه انه موجود فيه جانب اجتماعي. فمسلسل طريقة كتابته مختلفة، لأنها تجمع، أحيانا نشوف مسلسلات بوليسي فقط ولا إثارة فقط، لكن هذا يجمع بين الاجتماعي والبوليسي في نفس الوقت. أنت طالع الضابط ولا طالع إيه بالضبط؟ في عشان أنا عارف أن قريت لك كم حاجة ما أنتش عايز تقول أوي. لا لن واضح الآن في التيزر هو ضابط. ضابط يعني محترف جدا في شغله، مركز جدا في شغله، لكن عنده كما نقوله شايل هم جواه، في جرح جواه. طبعا هو في إطار يعني إثارة، لكن في جانب اجتماعي كما قلت في الأول مهم جدا في المسلسل. أنت أعتقد وشيف سلامة هتبقى مشاهد كتير ليكم مع بعض صح؟ هم اثنين ضباط مع بعض بيشتغلوا على نفس القضية. الأكشن صعب؟ الأكشن أنا نحب يعني مشاهد الأكشن. طبعا الأكشن لازمه تحذير، أهم شيء هو التحذير، لأنه الأكشن من غير تحذير نجم تكون فيه مجازفة، نجم يكون شكله مش حلو. فأهم شيء في الأكشن أنه أن يكون فيه تحذير قبل التصوير ويكون فيه تركيز، لكن أنا استمتع جدا بمشاهد الأكشن. اعتقد كمان ليونا كنت بتروح جيم كتير الفتره دي ولا بتتمرن ايه؟ لا انا بحاول دايما اكون يعني اتمرن بانتظام قبل التصوير، يعني عادي يعني في حياتي العاديه، لكن طبعا اسهل جدا لو يكون الانسان يعني محافظ على لياقته البدنيه اسهل. عايز اعرف انت ودور ربا في الكواليس بتتكلموا مصري ولا تونسي ولا عاملين ايه؟ احنا نحاول نتكلم مصري بنسبه كبيره، لانه مهم جدا المحافظه على اللهجه في التصوير. فقبل التصوير نحاول نكون يعني نتكلم باللهجه المصريه، لانه يساعدنا في التصوير الموضوع يكون اسهل.